انهم اساسا مش بيحبوها، فده شرف ووسام للدكتور ايمن اللي خلى اللي مثل الطلبة، لأنه بالفعل مثل من جواه إن الطلبة ما بتحبش المادة دي. فمعنى إن دكتور بالحجم ده يخلي الطلبة كلهم يجمعوا خلال 6 سنوات على ما سمعت، يبقى ده دكتور عظيم، وأكيد ربنا بيحبه، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما بيحب عبد بيقول للناس إن الله يحب فلان فأحبوه لمحبته. ويا ريت جميع الدكاترة وجميع المدرسين، مش الدكاترة بس في الجامعات، جميع المدرسين، مش كان هيبقى في طالب فاشل ابدا في جمهورية مصر العربية. شكرا.